هاي الموسيقى لها تأثير كبير على سلوك الناس ومزاجهم. بالمحلات التجارية مثلاً بيتم بث الموسيقى الهادية يلي بتخلي الناس يتسوقوا ويصرفوا أكتر، بينما بالمطاعم بيتم بث موسيقى إيقاعية لتسريع المغادرة. شعر البدن بيوقف لما شخص بيسمع موسيقى لأنه الدماغ بيفرز هرمون الدوبامين لاستباء لحظة ذروة الأغنية. لما بيتوفن فقد سمعه كان يألف موسيقته من خلال الدق على أوتار البيانو والجلوس على الأرض لتحسس الاهتزازات. هيتشكوك ما كان بده يحط موسيقى بمشهد الحمام بسايكو، ورجع دوب الأجر المؤلف بيرنر هيرمان بعد ما شاف المشهد مع موسيقى. مين قال إنه حجم قشرة الدماغ عند الموسيقيين المحترفين أعلى من حجمها عند الهواة والناس يلي منن موسيقيين؟ أنا قال. بشوفكم بكره.